دكتور إيهاب، ما ينفعش بناء على تقديرك الشخصي ده إنك تمشي دكتور من المستشفى من غير ما ترجع لي. أفهم كده إيه؟ إن تقدير حضرتك غير التقدير بتاعي أنا؟ أي جراح صغير هيبقى عارف إن غلطة الدكتور رامي هي السبب في وفاة المريض. افهمني يا دكتور، أنا هنا مش مجرد دكتور بس، أنا صاحب المستشفى دي، يعني عليا مسؤوليات. لما أهل المريض يرفعوا علينا قضية ويتهمونا فيها بالإهمال في الوقت نفسه اللي حضرتك بتفصل الدكتور فيه، يعني معنى كده إن احنا بنعترف رسمياً إن احنا فعلاً كنا مهملين، ونتفاجئ بقى بعد كده إن المستشفى تتحط تحت المساءلة القانونية ومش هنخلص. في الظروف اللي زي كده يا دكتور، التصرف الصح إن احنا نقف ورا الدكتور بتاعنا لغاية آخر لحظة عشان سمعتنا وسمعة المستشفى. يعني نسيب الدكتور رامي يموت له 3-4 وبكده تبقى سمعة المستشفى زي الفل. طب حضرتك بتتريق ولا ايه؟ عمي انا ما اقصدش. عمي دي مش هنا، عمي دي في البيت. كان ممكن تتصرف بطريقة احسن من كده، شيل الدكتور رامي دوت من جدول العمليات. ايه المشكلة؟ لغاية الدنيا ما تهدى 6-7 شهور وننهي التعاقد معاه خالص، لكن ما تتصرفش بالطريقة ديت. عرفت بقى ليه كان لازم تقولي على حاجة زي كده؟ عشان أنا أخد القرار السليم. معقولة أسافر كام يوم وأسيب لك إدارة المستشفى أجي ألاقيك عامل كل دوت؟ عندك حق يا دكتور، بعد كده في القرارات اللي زي دي لازم أرجع لحضرتك، ولا أقول لك لما تغيب عن المستشفى أو تسافر لأي سبب من الأسباب ابقى وكل أي حد بدالي يدير المستشفى. اتقمصت ولا إيه؟ بتهيألي اتقمصت دي برضو مكانها مش هنا يا دكتور.